Septembre, notre amour d'un été. شارل أزنافور في بيت الدين، إنه الفنان الذي سحر قلوب الملايين حول العالم يغني في لبنان. المدرج التاريخي في بيت الدين غص بالآلاف من محبي فن أزنافور الذين صفقوا طويلا. أزنافور لم يكن الضيف الفرنسي الوحيد، فبين الحضور وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الذي يزور بيروت، وقد تقدم الحاضرين وإلى جانبه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات. الآلاف استمتعوا بأداء أزنافور في حفلة استثنائية في بيت الدين.